ولنقاش ملف النفوذ الإيراني في سوريا والقصف المتكرر على قواعدها في ظل مواصلة الصراع الدولي في المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس هيئة الإنقاذ السورية أسامة الملوحي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. حياكم الله. في ظل القصف الجوي المتكرر للميليشيات الإيرانية في سوريا، ما هي الرسائل المراد إيصالها بذلك لإيران والنظام على حد سواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هي رسائل لإيران وللميليشيات التابعة لإيران. هنا لا يوجد رسائل مباشرة للنظام. القصف أمريكي بلا شك، يعني تحت راية قوات تحالف تحت اسم آخر أو يعني بشكل يعني يكترفه الغموض، ولكن بلا شك يعني الأمر مجزوم به أن أمريكا هي التي تقصف، والأمر يتعلق بحقول النفط. حقول النفط في دير الزور، هناك حقول نفط ضخمة للغاية. سيطرة أمريكا على معظم الحقول، ولكن تقرب الميليشيات من هذه الحقول يعني يستمر. قبل مقتل قاسم سليماني كان هناك قصف متكرر ومؤثر، ويعني قبل أسابيع من مقتل سليماني كان هناك اقتراب من للميليشيات من آبار نفط جنوب دير الزور وشرق دير الزور. المنطقة هناك تماس ما بين ما يسمى بقوات قسد تحت الرعاية الكاملة الأمريكية وما بين الميليشيات الإيرانية، حتى وجود النظام لا يذكر، شيء لا يذكر للنظام. يعني ربما داخل المدينة بضعة دوائر رسمية عليها علم النظام فقط لا غير، والسيطرة والهيمنة هي للميليشيات الإيرانية في دير الزور وعلى طول خط الفرات باتجاه الحدود العراقية. إلى أي مدى يؤدي الوجود الإيراني لعرقلة التوصل إلى حل في سوريا؟ المنطقة الشرقية لها خصوصيتها، القصف يتم في المناطق الشرقية، إيران موجودة في كل المناطق التي يسيطر عليها النظام حول دمشق وجنوب دمشق وشمال دمشق وحتى في المحافظات الأخرى باتجاه حماة وحمص وحتى في أطراف مدينة محافظة إدلب. الموضوع يتعلق بالمنطقة الشرقية، النفط هو المفتاح الأساسي طبعا. أما أن يكون هناك فعلا قناعة لدى البعض بأن هناك صراع أمريكي إيراني، هذا يعني أمر كشفته الضربات الإيرانية الرهيبة لقاعدة عين الأسد التي لم تفضي إلى أي قتيل أو جريح أمريكي. كيف يبدو الموقف الروسي من التواجد الإيراني في سوريا وما تتعرض له ميليشياتها من قصف؟ يعني روسيا بلا شك تستطيع أن تأخذ ما تريده من إيران بدون أن تقصف وبدون أن تضغط عسكريا على إيران. الوجود الإيراني برضا روسي في كل مكان، القيادة العسكرية في كل الأراضي السورية هي للقيادة الروسية. روسيا تدير كل شيء داخل الأراضي السورية وتدير حتى الميليشيات، إذا أرادت منها الانسحاب من منطقة أو التقدم إلى منطقة فالدور الروسي دور قيادي ودور إشراف على الميليشيات الإيرانية. إلى أي مدى يمكن لموسكو إزاحة طهران من الساحة السورية في ظل هذا التنافس القائم بينهما؟ يعني أنا أنفي وجود هذا التنافس أصلا. هناك تقاسم والجهة الأقوى هي روسيا. إيران تحتاج روسيا حتى خارج الملف السوري، تحتاجها في مجلس الأمن، تحتاجها للضغط على جناح أمريكي ربما يريد تقصف أجنحة إيران. وأنا أريد أن أنوه هنا إلى أن القيادة الإيرانية فيها أجنحة وفيها أقطاب، والذي يريد قصف هذه الأجنحة التي تريد السيطرة على آبار النفط أو أن يكون لها دور خارج التنسيق الأمريكي الإيراني الموجود فعلا، هناك من يريد العمل خارج هذا التنسيق فيتم ضرب هؤلاء أو الضغط عليهم بضربات جوية محددة. لكن الوجود الإيراني في شرق سوريا خطير للغاية، يتم التشييع بشكل يعني غريب، والتغطية الإعلامية يعني ضعيفة للغاية. وأنا أشكر قناتكم أنها يعني فتحت هذا الملف
وأرجو منها أن تفتح ملفات أخرى تتعلق بتفاصيل التشييع الإجباري أو بالإكراه بالترغيب والترهيب في شرق سوريا. نعم، في ظل هذا المشهد المعقد في سوريا واللاعبين الدوليين فيها، ما هي التحديات التي تعيق طريق الحل والاستقرار في سوريا حتى الآن؟ يعني الوكيل هو في النهاية بشار الأسد، يعني الذي أتى بالروس، الذي أتى بالإيرانيين، هذا الوكيل، هذا الذي لا يسيطر إلا على يعني ربما عشر القرار السيادي السوري، هذا إزالته هامة للغاية، إزالة بشار الأسد، التخلص من بشار الأسد والزمرة المجرمة التي معه هو مفتاح الحل في سوريا. شكرا. أن يكون هناك تنسيق مع روسيا ك يعني كمفاوض او يعني كجهه محايده، هذا امر مضحك للغايه. يجب علينا ان نتصدى للاحتلال الروسي والاحتلال الايراني، وقبل ذلك التخلص من راس الفتنه الذي جلب الاحتلالين وبشار الأسد. شكرا جزيلا لكم، رئيس هيئه الانقاذ السوريه اسامه الملوحي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.